الهدف الثالث، الهدف الثالث من السيدو كايتا. خدمة كبيرة، خدمة كبيرة، هدف في اسيست من ميسي، هدف الثالث في دقيقة 18. ونبقى فرصاتي مرة أخرى، يلزم نلعب كورة لأنه 90 دقيقة دفاع باش تخسرها النتيجة والمباراة. كي نخسر الباقي 3-0. أضم صوتي لصوت الكابتن شدالي اللي قال ليس عار انك تخسر 4-5 من برشلونة، لكن يلزم تلعب، يلزم تحاول.